دققوا، هل يكفي في المجتمع أن يكون علماء متوسطون؟ هل يكفي في المجتمع أن يكون جامعات مهد للنزوة الجنسية باسم الحرية لهدم الشعوب؟ أم يحتاج المجتمع إلى جامعات مستأسدة في العلم لا مستأسدة في الفروج والنزوات الحيوانية بتغرير من الغرب؟ إلى أين هذه الحماقات يقودنا الغرب إليها؟ أن نجعل جامعاتنا بيئة للنزوة الحيوانية الجنسية، أم هي منار للعلم المفروض أن تكون الجامعة الأكاديمية تبني المجتمع تبني الأوطان؟ راية إبليس تنصب في الجامعات الأكاديمية، راية ماذا؟ الفاحشة الجنسية، الانفلات الجنسي، رايات عباد الشيطان، رايات هدم الشعوب، رايات نهب الشعوب، تخدير الشعوب، تسليج الشعوب. إذا المجتمع يكفي فيه متخصصون متوسطون؟ ينبني مجتمعا بهذا؟ ينبني المجتمع بتخصصات نازلة؟ لا، يحتاج لأسود في العلم في كل العلوم. وأي جامعة هذه التي تبني؟ هل يكفي في أساتذة الجامعة الأكاديمية أن يكونوا طووا تخصصات في السبعينات في الثمانينات في التسعينات؟ وماذا عن تطور العلم الذي هم يدرسون فيه؟ واكبوه، إن لم يواكبوه فقد خانوا الوطن وخانوا المجتمع. إلى أين يقاد مجتمعنا وجامعاتنا الأكاديمية؟ شوف، نفس المطلب نفس الفكرة، الفريضة الضرورة لبناء المجتمع تحتاج لقمم في العلم، قمم في الجنس أم قمم في العلم؟ قمم في النزوة الجنسية أم قمم في العلم؟ الذي عنده هيجان جنسي كيف يدرس؟ كيف يتعلم في المهد الأكاديمي؟ أين يتاه بشبابنا؟ أين يستغفل ويغفل شبابنا باسم الحرية وهي عبودية لشعوبنا للغرب؟ لأن الشعب المتأخر المتخلف عبيد لغير، عبد لغيره، عبودية وليست حرية. إلى أين يتاه بنا؟ إلى أين نستحمق نحن؟ كفى حماقة يا شباب، كفى. ليحيا الضمير فينا، ليحيا الوعي فينا. إلى كم نستغفل؟ كفى. عند الإنسان حاجة جنسية يقضيها في زواج، لا أن يخرب مهد العلم وهي الجامعات الأكاديمية يخربها إلى منتدى رقص، منتدى مجون. المجون وزرائب المجون لها بيئات وزرائب بعيدة عن العلم، عن مهد العلم وهي الجامعات. الجامعات الأكاديمية وظيفتها حياة العلم في كل العلوم. سابقوا شعوب العالم في العلم، لا تسابقوا أهل المجون وأهل النزوات. المطلوب في طالب العلم في الجامعة المكياج والكشخ في الثياب، كشختك في العلم أيها طالب العلم الأكاديمي. أنتم مسؤولون يا شريحة الشباب،
يا أستاذ جامعي لينبض فيك حس الوطن، حس ضمير الوطن، حس بناء الشعب والمجتمع. لا تروج لبرامج هدامة للمجتمع، تجعل من المجتمع مجتمع وشعبا عبدا لغير شعوب غيره. مسؤولية في لأساتذة الجامعة ولشباب الجامعة ولكل الشباب باسم المجتمع المدني، يهدمون البنى المدنية لشعبنا ووطننا. أوليس العلم أعظم بنية؟ أين العلم؟ أين سباقنا في العلم في التخصصات المختلفة؟ أين رقي العلم في الجامعات الأكاديمية 13 سنة ولا رقي في العلم في الجامعات، بل تخلف أكثر فأكثر. من الذي يساهم في هذا؟ هذه أكبر ضربة يتلقاها مجتمعنا وشعبنا. إلى متى نستغفل؟ مجتمع مدني يعني مجتمع فقط جنسي ونزوي؟ هذه هي المجتمع؟ هاي مدنية المجتمع؟ أين نجوم العلم الأكاديمي؟ أين؟ في خلال 13 سنة؟ لماذا لا نحاسبهم؟ نسائلهم؟ طبعا. لاحظوا، إذن الفرائض يا أخوان، أرجع إلى نفس المطلب، الفريضة لا تقام بدفعة. كثير من الفرائض التي هي مصيرية، لاحظوا، فرائض مصيرية في بناء المجتمع، في مصير الشعب، في مصير الأمة، في مصير الدين، في مصير كل شيء، لا تقام بسنة واحدة ولا بيوم واحد ولا ببكالوريوس وماجستير ودكتوراه ولا بل ببروفيسورية واحدة. نجوم العالم في العلم في التخصصات المختلفة عمرهم قضوه ليس في النزوات الحيوانية كالحيوانات. لا أقول الإنسان لا يقضي وطره في الغرائز الحيوانية، ما قل من حرم زينة الله، لكن لا، أن دأبنا محورنا، دأبنا محورنا، دأبنا محورنا الجنس ثم الجنس. استغفال لنكون عبيد لآخرين. العلم سلاح وليس الجنس سلاح.